بكم الآن مباشرة إلى جسر المنقف، تحديدا بالمنقف في نفق المنقف، معي وزير الأشغال العامة وزير البلدية الأستاذ حسام الرومي. سعيد بلقائك معالي الوزير. أجد الآن أيضا استعداد وجاهزية وزارة الأشغال العامة لم تهدأ منذ أيام، وحالة استنفار تام، وهو الآن بمثابة شكر وتقدير من كل مواطن ومقيم لمعاليكم وللقائمين على وزارة الأشغال العامة والبلدية. الدور لا يمكن التحدث عنه، لكن هذا دورنا وواجبنا وواجبكم تجاه الكويت. اليوم كيف هو التقييم الحقيقي لعمل وزارة الأشغال العامة طبقا للخطة التي أعدت من معاليكم تجاه إخوانكم المواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا أود أن أتقدم بالشكر لجميع أجهزة الدولة التي قامت بتنفيذ خطة الطوارئ بالنسبة لهطول الأمطار. الجميع شارك بدون استثناء من قطاعات الدولة، ولهم كل الشكر والتقدير. أما بالنسبة لوزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق، فالآن هم موجودين على الساحة منتشرين على مناطق الكويت، بحيث أن يتعاملون مع الحدث أول بأول، وإذا احتاجوا أي مساعدة من الجهات الحكومية سواء من بلدية الكويت أو من الدفاع المدني أو إدارة عامة الإطفاء أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، الآن على طول يكون هناك تنسيق عبر غرفة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني. والآن أنا متواجد في نفق المنقف، ولله الحمد الحركة المرورية سالكة، تم تسكير جسر المنقف احترازيا لمدة ساعتين فترة العصر تحسبا إذا لأي سيول ممكن تكون قادمة، وأعيد فتح هذا النفق الآن الحمد لله، وحركة السير ماشية. الآن راح سوف أتفقد باقي المناطق في المناطق الجنوبية، ثم أتجه إلى مناطق أخرى للتأكد من جاهزية الطرق وعدم تجمع المياه، وإذا حصل تجمع حتى نوجه سيارات السحب ومضخات المياه بأن تسحب هذه وتفتح الطرق وأن تكون الطرق سالكة. كذلك هناك فرق تعمل في المناطق لإزالة أي تجمعات وتسليك مجاري مياه الأمطار، ونسأل الله أن تكون أمطار خير وعافية إن شاء الله. أختم معالي الوزير، أيضا هناك سؤال بشكل سريع. أنتم في مجلس الأمة أيضا وضحتم أيضا للأخوة الأعضاء بتعاملكم أيضا المهني والمتميز مع حالة الأمطار الغير مستقرة سواء في الأسبوع الماضي، وأنتم الآن تعيشون هذه الخطط التي فعلتوا خطة الطوارئ فيها. ذكرت معالي الوزير بأنكم أقمتم أيضا سواتر ترابية بالتعاون مع جهات المختصة، قوة الواجب، الحرس الوطني، الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت. اليوم قمتم بأدوار أيضا، ضاعفتم الجهود وضاعفتم الإمكانيات تفاديا لأي خسائر بشرية قد تحدث لا قدر الله. إلى أي مدى إضافتكم لبعض العناصر الموجودة في خططكم أضفى نوع من السهولة والتيسير، وأيضا تجاوب المواطنين، وهذا أيضا الرسائل التي نحذر عنها في تلفزيون دولة الكويت، عدم خروج الناس، عدم استخدام الطرق إلا للضرورة حتى لا نعيق عملنا معاكم معالي الوزير، وحتى لا تحدث عوائق لا قدر الله تعيق عملكم الفني وأيضا ما يحدث في أرض الواقع. لا شك يعني مما لا شك فيه ان طبيعي جميع الاجهزه الدوله اشتغلت معنا بكل جد يعني وتفاني. وزاره الدفاع طلعوا في طائره الهليكوبتر مع عندنا ناس يعني مسؤولين في وزاره الاشغال، طلعوا وشافوا مكان السيول والشعيب حتى نستطيع أن نعمل السواتر ترابية لكي نمنعها من الوصول إلى الأماكن السكنية، سكن المواطنين وسكن المقيمين، بحيث أن لا تؤثر هذه السيول على هذه المناطق وتكون هناك سيول مدمرة للمناطق. حاولنا أن نعمل هذا السدود بأسرع وقت ممكن، هذه السدود
قدر الإمكان بتعاون جميع الآليات من وزارة الدفاع والحرس الوطني وكذلك اللجنة الأمنية بوزارة الداخلية، الكل مدنا بهذه الآليات وبلدية الكويت لهم كل الشكر والتقدير على عمل هذه السواتر، وإن شاء الله راح نكمل البقية قدر المستطاع الآن، والعمل لا زال جاري بعمل السواتر ومتابعتها. بالنسبة للمواطنين أرجو وأنصحهم بعدم الخروج، كون أن الأمطار أحيانا ممكن أن تكون غزيرة إلا للحاجة الضرورية، أولا لسلامتهم، وثانيا لسهولة وصول سيارات الإنقاذ أو سيارات تناكر شفط المياه أيا كان لسرعة الاستجابة والوصول للموقع. ونشكر لهم تفهمهم لهذا الوضع ونتمنى لهم السلامة إن شاء الله من كل سوء. نعم معالي الوزير، أنت بالعين المجردة تقوم شخصيا بزيارات أيضا تتابعية في مناطق الكويت ومحافظ الكويت المختلفة، والتركيز على المناطق الجنوبية لأنها تحتاج أيضا إلى متابعة وأمطار أيضا غزيرة ومتوسطة ومتفرقة أحيانا. أنت ذكرت قبل قليل معالي الوزير بأن إغلاق منقف النفق المنقف بشكل احترازي، سؤال متى سيفتح؟ وهل هناك أيضا إغلاق في المستقبل؟ أنا أقصد غدا، باعتبار أن مجلس الوزراء الموقر قد أعطى يوم راحة غدا للدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية والكليات والمدارس الخاصة والحكومية. بسم الله الرحمن الرحيم. جسر المنقف حاليا يعمل، تم تسكيره فقط في فترة العصر لمدة ساعتين وتم افتتاحه، والآن الأمور يعني ماشية، في السيارات تمر في النفق والحمد لله الأمور يعني طبيعية. تسكيرة كان لمدة ساعتين لما كانت في أمطار غزيرة خوفا من السيول، وبعد توقف المطر الآن تم إعادة فتح النفق ولله الحمد الأمور طبيعية، ونتمنى أن لا يكون هناك أي يعني سيول في المنطقة، والله إن شاء الله يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه إن شاء الله. معالي الوزير غدا بالنسبة للعمال الموجودين الآن العمال الموجودين الآن في المنطقة هنا على مدار الساعة 24 ساعة، بس يلاحظون أن هناك في أمطار غزيرة ممكن أن تشكل خطر على حياة المواطنين في النفق، سوف يتم تشكيره. أما الآن الوضع طبيعي والنفق مفتوح. معالي الوزير الأشغال العامة ووزير البلدية حسام الرومي، باقة شكر وتقدير من الإعلام إليك شخصيا ولكل موظف في الأشغال والبلدية على الدور الوطني والمتابعة الحثيثة لمجريات حالة الأمطار الغزيرة والغير مستقرة، ومتابعتكم وتفعيل إجراءاتكم وخططكم طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي يتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار في دولة الكويت. كل الشكر والتقدير لك مع الوزير، وسنعود لك إن شاء الله في حال تطورت الأوضاع الإيجابية بإذن الله بأمطار الخير، ونؤكد عدم خروج الناس وبقائهم في منازلهم ومساكنهم حتى لا نعيق عملكم مع الوزير ولا عمل وزارة الداخلية ولا الإدارة العامة للإطفاء، حتى تنجح الخطط الموضوعة في وقتها وفي أهدافها التي وضعت لها. كل الشكر والتقدير لك معالي الوزير.